السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه كاتب، هو موقع عربي، جربته فلقيته فعلا كويس. هو بيديك مجاني 2000 كلمة، وبعد كده تقدر ان انت تعمل ترقية للحساب بتاعك. ممكن تقول له مثلا اكتب لي مقال، او اعد صياغة للمقال، او اعمل لي مقتطفات مميزة، او شعار للموقع، او عناوين جذابة. خلينا مثلا نجرب عناوين جذابة ونقول له مثلا فكرة المحتوى إعادة صياغة المقالات. مجرد بس تديله الفكرة وتقول له اكتب، وهنا بتختار لغة المحتوى والاقتراحات. هنا بيكتب نبذة، وبعد كده بيعمل تحليل، ويبدأ بقى يكتب لك مقالة كاملة عن الموضوع دوت. تمام. طيب تعال نشوف حاجة تانية. ممكن تكتب محتوى بناء عن مصادر معينة، إعادة صياغة متعددة لنفس النص. خلينا ناخد مثلا نص من هنا اهوت، وهاجي هنا اقول له إعادة صياغة، يبدأ يعيد لك الصياغة بتاعت المقالة بتاعتك. نجرب ايه تاني؟ نجرب مثلا بوستات على الفيسبوك، صفحة من نحن مثلا. تمام. وصف الفيديوهات، نهاية المقال، اعلانات، ايجابيات وسلبيات. تمام. طيب تعال نجرب ايجابيات وسلبيات. اسم المنتج وليكن مثلا سيارة فولكس. هيبدأ يكتب لك، وانت طبعا مش تاخد الكلام ده كوبي بيست، انت بتبدأ تتحقق من صحته وتشوف الحاجة المناسبة ليك. لكن هو بيديك القاعدة اللي ممكن تبني عليها. ممكن يكون واحد عارف المنتج كويس لكن هو مش قادر يعمل إعادة صياغة. الإيجابيات السعر والحاجات دي كلها، السلبيات والحاجات دي كلها تقدر تاخدها وتجربها. ممكن تكتب كلمات أغاني بضغط الزر. تمام. بتقول الفكرة وأسلوب الكتابة، مثلا سعيد مثلا، وفكرة الأغنية عن شم النسيم مثلا، نوع الأغنية معرفش ايه الأنواع بس خليها راب مثلا. اكتب. طبعا هو بيبص على العروض بس مش هيبقى شعر، يعني ما تعملش شعر غزل تبعته لحد وانت لو تكمل معايا. تمام. مفيد ان هو بيعمل اعادة صياغة للكلام او للافكار اللي موجودة. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، ولو تعرف موقع مماثل يا ريت تكتبونه في التعليقات، وبالذات لو هو بالعربي.